سنخبرك في دليل الإرشاد هذا كيفية التسجيل في موقع ديفيو وشراء ترخيص سبليت. كن معنا. انتقل إلى موقع ديفيو في الزاوية اليمنى العليا، انقر على زر ساين أب وقم بتسجيل الدخول. ستفتح نافذة التسجيل في سمارت باس حيث تحدث عملية التسجيل في عدد الضغط بالذات. املأ جميع الحقول المطلوبة: البريد الإلكتروني، كلمة المرور وتأكيد كلمة المرور، والاسم الأول، العائلة والبلد الذي تقيم فيه. بعد استكمال البيانات المطلوبة عليك الموافقة على الشروط للاستخدام. اقرأ بعناية وحدد مربعات الاختيار الثلاثة الموجودة بجوار المربعات المقابلة على الجانب الأيمن من الشاشة. شكرا لك. يرجو الانتباه إلى اسم الراعي، سيشار إليه على شروط الاستخدام. إذا لم يتطابق مع اسم الشخص الذي دعاك فاطلب منه رابط إحالة حديث. عند التسجيل يرجى كتابة عنوان بريد إلكتروني صالح يمكنك الوصول إليه. ننصحك أيضا بكتابة كلمة المرور الخاصة بك في ورقة والاحتفاظ بها في مكان آمن حتى لا تفقد إمكانية الوصول إلى حسابك. بعد استكمال البيانات انقر على زر ساين أب تسجيل. إذا فعلت كل الخطوات بشكل صحيح فسترى رسالة على الشاشة تظهر التسجيل الصحيح والحاجة إلى تأكيدك بريد إلكتروني. لذا اذهب للبريد وتأكد من بريدك الإلكتروني وانتقل إلى صندوق البريد الخاص بك والذي تمت الإشارة إليه أثناء التسجيل، وابحث عن رسالة لسمارت تيم. إذا كنت لا ترى البريد الإلكتروني في الرسالة الواردة تحقق من ملف سبام، انخر فوق زر كونفيرم إيميل. انتهى الأمر، لقد قمت بالتسجيل بنجاح في سمارت باس. للانتقال لموقع ديفيو انقر فوق زر جو تو ديفيو. في الزاوية اليمنى العليا انقر على ساين إن وقم بتسجيل الدخول. ستفتح لك لوحة التحكم، وبالتمرير لأسفل الصفحة سترى قائمة بالترخيص المتاحة للشراء في قسم Split Licenses. اختر الترخيص المناسب لك وانقر على زر Purchase شراء. ستفتح لك نافذة تطلب منك اختيار طريقة الدفع. اختر Ultima وأكد الموافقة على الشروط عن طريق تحديد المربع وانقر على زر Purchase شراء. كما ترى كل شيء بسيط حتى الآن. في النافذة التي تفتح سيشار إلى المبلغ في ألتيما وعنوان المحفظة التي تريد تحويل المبلغ المشار إليه. سيكون العنوان أيضا متاحا على شكل QR كود لإسراء المعاملة من تطبيق الهاتف المحمول. للدفع أرسل المبلغ المطلوب إلى المحفظة المحددة ويرجى إرسال المبلغ المحدد بالضبط الذي تراه على الشاشة. انتظر إشعارا بالدفع. أما الآن فيجب تفعيل الترخيص. للقيام بذلك انتقل إلى قسم قائمة My Licenses وابحث عن الترخيص الذي تم شراؤه وانقر على زر Activate ترشيط. إذا أردت مشاهدة سجل الترشيط فانتقل إلى علامة التبويب Activation History. إذا لديك أي استفسار أو سؤال يمكنك دائما التوجه إلى فريق الدعم لدينا.